مونولوج التحول. ايه نقطة التحول الكبرى في حياة حسام حبيب؟ نقطة التحول الكبرى اعتقد انفصال اهلي. انفصال اهلي. انفصال اهلي طبعا سبب لي مشاكل. اكبر نقطة تحول في حياتك؟ طبعا طبعا سبب لي مشاكل عايشة معايا لحد دلوقتي. مشاكل لسه بعاني منها وبتغلطني في حق نفسي وفي حق غيري، وعلى فكرة غلط غير مقصود. يعني أنا عمري في حياتي الحمد لله ما فكرت، أكيد أذيت ناس في مشاعرهم أو في حاجة من غير مقصود. واتقالت لي قبل كده على فكرة أنت ليه بتأذي الناس، بس وأنا برضو كنت لسه صغير، أنا أنت ليه بتأذي الناس القريبين منك؟ فقلت لهم يعني إيه؟ أنا هأذي مثلا أمي؟ أقول لي آه. ما أنت مثلا لما يجي عيد ميلادها مثلا ومربوط بأي مثل ده، ما تقولهاش كل سنة وأنت طيبة، عشان أنت معتمد ان هي عارفه قد ايه انت بتحبها وانك مش محتاج تقول لها كل سنه طيبه. ده خسرني حاجات كتير. انا اكتشفت ان في حاجات كتير لازم تتقال بصوت عالي، وافعال لازم تتعمل عشان اللي قدامك يفضل عارف وفاكر انك بتحبيه حتى لو كانت ام. حسام حبيب، انا بحب الحب جدا. بحب ان انا احب. الشعور ده بالنسبه لي هو الاكسسي. الحب ده اسمى واحلى والذ حاجه في الدنيا. احلى متعه بالنسبه لي الحب. بستمتع بيه، انا بستمتع بيه بجد. يعني مش بمتع بيه اللي قدامي، لا انا بستمتع بيه لما احب. فانا بحب الحب جدا طبعا. طبعا محظوظ في الحب ولا لا؟ لا لا، مش حاسس ان انا محظوظ في الحب، لان زي ما قلت لك في الاول اللي بيختار بقلبه ما بيفكرش.